كما شارك عدد من كبار المسؤولين في المملكة بالاستحقاق الانتخابي النيابي والبلدي. كبار المسؤولين في المملكة أدلوا بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب والمجالس البلدية ضمن واجبهم الوطني في البناء على مكتسبات مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، والتي تشكل المسيرة الديمقراطية إحدى أهم ركائزها في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم.